الرحمن الرحيم. أيوة جسيا هي تقول هلا ميتة. الله لا يوفق يا أبو دراع الهلا سبحان الحي اللي الله لا يوفق يا أبو دراع. الله يا صف عمره بدك تموتي من الرحمة أخي. لا لا بدي أسألك لا لا تعبين الأمور لا تشوف لا ما تحشي يا أخي. وليش لحتى قيم الجسد من أرضه؟ وإذا كان إكرام الميت دفنه والحرمة مقبورة ومرتاحة بتربتها ليش لحتى نقرأ ونضايقها؟ خلاص خلاص اعتبر انه امتى وخلصت القصة. بسم الله الرحمن الرحيم.